وحتى الآن فات 20 دقيقة فات لي شوط ثاني وهذه هجمة بتنقطع مرة ثانية بتلعب للمنتخب السعودي قدام لماجد بتصلح ماجد الجول بيحط جول جول ماجد عبد الله بيحط الجول الرابع للمنتخب السعودي في الدقيقة 21 وماجد عبد الله رجع إلى عهده في الدقيقة 21 اللاعب اللي وقف فترة طويلة للإصابة اليوم بيسجل هدفين في مرمى كوريا وأيضا في مرمى الكويت سجل هدفين كرة حلوة جميلة على يمين الحارس بيحطها ماجد عبد الله أربعة أهداف المنتخب السعودي وثلاث أهداف المنتخب الكوري ومباراة جميلة حتى الآن وفيه أهداف حتى الآن اللعب الكرة على طول ناحية اللاعب ليتيو أربعة أهداف المنتخب السعودي وثلاث أهداف المنتخب الكوري واللعب ما في أبدا أي تأخير.